ينتخبوا امور جديده وفيها خاطر في مره هذه تنجم تحاسبوا في مي موندا نظام جديد زيت تخمم تترشح كشاف عندك شعبيه عباد تحبك معناها عباد ترشحت وجابت صفر فصل وليت معروف ومشهور علاش انت لا تو تونت با تا شونس والله ان شاء الله رفيق ان شاء الله ندرس في الموضوع ثلاثه حاجات تنجم تقعد بهم العباد الشيخة الشعب كل ممنوع لا باش يكون شيخ معناتها يلزم الفرحة نبث الفرحة باش بث الفرحة ايه بجميع الطرق اقتصاديا اقتصاديا نسيب الرخص هذه ما عادش بربي رخصة وكل الشروط اللي عنده مشروع ويأمن بمشروع يخدم على روحه ويطيح في التاكساسيون هذه ان شاء الله العباد تجي معاه مشاكل كيما مثلا احتياطي العملة شو بتعمل فيه؟ احتياطي العملة نخلي نجيب معايا حاتم يعني ما نفهمش انا فهم احتياطي العملة والبنك المركزي وكذا ومحمود لا محمود لا محمود لا تتكلم محمود حطه ناطق رسمي واحد رئيس على حسابه ويبدا يخدم ساحت محمود محمود يحكي حطه كناطق رسمي خاطر أكيد يدمر أعصاب المعارضة صحيح ويدمر أعصاب الصحفيين عند كل كلمة يقولوا طيب مش يدخل محمود فك عليه نخليه نعمل له 5 فيكس قدامه وبيرو ونعمل له 10 تليفونات بورتابل ونسيبه غادي 24/24 وفيسبوك ولا يدمر لهم أعصابه فهمت تولي البلاتو تخاف منه وأكيد مش نميزي على الشباب الحاج نعطي منطقة لامبور وزير الشباب والرياض اي لا والثقافة والثقافة الحاج والبيئة لا الثقافة نعطيها المقدات بالحق ما ينفش غيظه يبقى فيها كان فنان برك واللي يحكموه في الدعم صحيح حد ما ياخذ دعم بالله كلها ما تبات يعاود يعمل دعم لسيدي غروف الناس اللي نخدم بيه في الكورة حاتم وزير السياحة حاتم سهرات لا نحطوا فرقة هذيك الملاهي الليلية يراقب غادي الأجواء يراقب يعرف يتحاور مع الشباب ويعرفهم غادي الناس أنت نفرح بيك يا رب أنت لا بالحق نعطيك سجون والأسلاح سجون والأسلاح مدير مع الإقامة يلزمك ديما بيت غادي ونجي مرة في الجمعة مرة في العام جمعة خاطر نحبك برشا ونحطك في بلورات صحاح يا معنى المدير أما أنت المدير أما ما تخرجش تبيت غادي وشنو الفرق بيني وبين المسجون ما فهمش فرق ربي معاك الويفي عندك مرة الويفي الويفي سايب لك الويفي تبدا دارك ويفي وكرة أمانتي واحد نرجع بعد الفاصل هذا واحد من يمكن يترشح بالانتخابات الرئاسية